بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبو القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فعلى بركة الله نبدأ شرح كتاب قواعد التصوف لسيدنا ومولانا الشيخ زروق. وفي البداية كما تعودنا أن نقدم بين يدي كل مؤلف بتعريف المؤلف، والمؤلف غني كما يقولون عن التعريف، ولكن قال العلماء ما لا يدرك كله لا يترك جله، ومن هنا نقدم تعريفا موجزا سيدنا الشيخ زروق، فهو رضي الله عنه وأرضاه صاحب أخبار ومصنفات ودراسات، وقد كتب حوله أو حول منهجه وطريقته علماء كثر في دول شتى، ومعنى ذلك أنه رضي الله عنه وأرضاه جدير بالدراسة والبحث والتحقيق والتدقيق، فهو الشيخ الفقيه محتسب الصوفية شهاب الدين أبو العباس أحمد ابن أحمد ابن محمد ابن عيسى البرونسي الفاسي المعروف بزروق من قبيلة البرانس أو البربرية الواقعة في منطقة جبل البرانس هناك. ولد رضي الله عنه وأرضاه في تلك المنطقة صبيحة يوم الخميس 22 من شهر الله المحرم سنة 46 و800، فهو من أبناء القرن التاسع عشر، من أبناء القرن التاسع، لسه القرن التاسع عشر ما جاش الهجري يعني. واسم أحمد ولا اسم محمد؟ قيل سمي محمد ثم عرف باسم أبيه أحمد، وده وارد، ووارد كمان أن يشهر الإنسان بلقب جده. وسيدنا الشيخ زروق أيضا اشتهر بذلك، إن جده هو اللي كان مشهور بكلمة زروق، زي سيدي أحمد الدردير أيضا مشهور بلقب جده الدردير، لكن هو اسمه أحمد كما في شريف علمكم. وعلى ذلك فاللي يقول سيدي أحمد زروق صحيح، واللي يقول سيدي محمد صحيح، واللي يقول سيدنا الشيخ زروق على طول ده برضه صحيح. العجيب في ترجمة سيدي أحمد اللي هو سيدنا الشيخ زروق ما قيل أن والداه توفي بعد انتقاله بأسبوع. الاثنين يعني ايه؟ يعني ايه الكلام ده؟ الاثنين يموتوا بعد ما يتولد بأسبوع واحد؟ أكيد المسألة ديت مش عادية، الحدث أكيد ده إيه؟ حدث. حدث يعني إيه؟ يعني وراءه حكمة، يعني ربنا أراد بهذا أمرا معينا، أراد أمرا معينا. يكشف لنا عن هذا الأمر إن سيدنا الشيخ زروق ينتقل إلى حضن أو حضانة جدته، فتقوم ست دي بقى تربيه. ست دي مين؟ السيدة الصالحة الفقيهة أم البنين. يعني سبحان الله، كأن الله اختار له موضع الحمل بطن أمه، لكن اختار له بقى بداية التربية بعد أسبوع تربيه مين؟ ستها صالحة
وفقيه، يعني تجمع بين العلم والايه والولايه. فتخيل بقى ست هتجمع بين العلم والولايه وهتربي ولد، تربيه على ايه؟ على الحلال، على الذكر، على الطاعه، مش هتسمعه كلمه نابيه ولا سب ولا شتم ولا ولا. كمان هتزوده بالعلم بالخلق، لانه علماء النفس قالوا ان الطفل بيتاثر بامه وهو جنين في بطنها. علماء النفس قالوا الجنين يتاثر بايه؟ بامه وهو جنين في بطنها، ان هي كانت راضيه او ان كانت غاضبه. يعني لو كانت حالتها النفسيه كويسه هو يتاثر بيها، طب وان كانت حالتها النفسيه مش كويسه يتاثر بيها. الا فاذا كان التاثر بادئ منين؟ من الحمل، يبقى من باب اولى التاثر، يبقى ياتي بعد الايه؟ بعد الولاده في سن الصبا. علمته مبادئ الشريعه ثم وجهته لطلب العلم على شيوخ فاس، فانتظم بعد بلوغه في جامع القرويين والمدرسه العنانيه معا، فدرس امهات كتب المذهب المالكي والحديث والاصول وقواعد اللغه، كما درس بعض كتب التصوف، وقد أربى عدد شيوخه وقد أربي عدد شيوخه على 30 بين فقيه ومحدث وفقير. وفقير يعني إيه؟ يعني متصوف. يعني شوف بقى إن ربنا يجمع له 30 شيخ، 30 شيخ في الحديث والإيه والفقه والتصوف. ثم خرج إلى المشرق حاجا. آدي النتيجة بقى، هي نتيجة إنه خلاص الأول ما يشب كده، أول ما يفكر هيفكر في طاعة ربنا، فراح يحج. وتكرر ذلك منه، يبقى حج أكتر من مرة. وجاور النبي صلى الله عليه وسلم مدة عام بالمدينة. خلي بالك برضو انه يحب يجاور مين؟ ها؟ الصالحين الاولياء؟ لا، خاتم النبيين والمرسلين صلى الله عليه وسلم. اوعوا تستهينوا بكلمة الجوار ده، لان الجوار ده، الجوار فتح عظيم 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 عظيم، حتى من جاور الامام الحسين، حتى من جاور أحد الأئمة أو أحد الصالحين في الظاهر أو في الباطن، في الحياة أو بعد الانتقال، هذا أمر له ما بعده، يعني من الخير والفضل. دخل مصر مرات وتلقى على شيوخها فرضي الله عنه وأرضاه. من شيوخ سيدنا الشيخ زروق سيدي أحمد ابن العجل قاضي المدينة البيضاء زوج جدته، أبي عبد الله العطار زوج خالته، أخذ الفقه عن خاله محمد الفشتالي خال جدته. يعني الأسرة كلها إيه؟ الأسرة كلها أسرة علماء، ده فلان ده فلان. وقرأ الرسالة على الفخار، رسالة ابن أبي زيد، وقرأ القرآن على عبد الرحمن الزهروني، وقرأ الفقه والتصوف على أحمد ابن سعيد الحباك، وقرأ العقائد والتصوف على عبد الرحمن المجدولي وأحمد ابن عبد الله الزيتوني. أما رحلته إلى تلمسان والجزائر وتونس وليبيا ومصر والحجاز، الله، يعني راح ده كل البلاد ديت، راح يعمل إيه بقى؟ شوفوا الفارق الكبير بين أحوالنا وأحواله. أول واحد ما يكبر فينا يبدأ يفكر في عمل يدر عليه ربح،
يعني يجيب فلوس باختصار شديد، ان ازاي يبقى غني. لكن ده يطلب العلم، راح يرتحل من بلد الى بلد اللي احنا بنسميها النهارده من دولة الى دولة، وده امر مش سهل. ينتقل من بلد الى بلد من اجل تحصيل الايه؟ العلم. فأخذ عن الفقيه أحمد بن ذكري التلمساني والعلامة عبد الرحمن الثعالبي وتلميذ الثعالبي الزواوي صاحب اللامية في العقائد، اسمها اللامية الإيمانية الشهيرة بالجزائرية، أخذ على شيخ العلوم العقلية والنقلية محمد بن يوسف السنوسي صاحب الكبرى والوسطى والإيه والصغرى، يعني العقيدة السنوسية الكبرى والعقيدة السنوسية الوسطى والعقيدة السنوسية الصغرى. من أشهر تلاميذ مولانا الشيخ زروق الفقيه أحمد المنجور وإبراهيم الزرهوني وعبد العزيز القسنطيني والراشدي الملياني طبعا، ومن بينهم سيدي عبد السلام الأسمر الليبي، وكذلك محمد الحطابي الكبير ومحمد بن علي الخروبي، وله شرح على قواعد الشيخ. مؤلفات مولانا هذا الكتاب الذي نحن بصدد الحديث عنه، اللي هو اسمه ايه؟ قواعد التصوف. اسمه الحقيقي قواعد التصوف على وجه يجمع بين الشريعة والحقيقة. خلي بالكم، يبقى الاسم ده قواعد التصوف، ده ايه؟ ده المختصر. لكن الاسم الحقيقي، ودي كان عادة بعض المؤلفين والمصنفين، ان هم يجيبوا اسم للاشتهار، والاسم الحقيقي يقولوا بقى بعد كده المسمى كذا كذا كذا، لانه يبقى الاسم طويل. فكان من ذلك قواعد الايه؟ التصوف. الاسم قواعد التصوف على وجه يجمع بين الشريعه والحقيقه ويصل الاصول والفقه بالايه؟ بالطريقه. له كتاب اسمه معانه المتوجه المسكين على طريق الفتح والتمكين، له كتاب اسمه اصول الطريق، له كتاب اسمه تأسيس القواعد والأصول وتحصيل الفوائد لذوي الوصول، له كتاب اسمه النصيحة الكافية لمن خصه الله بالعافية، له قصيدة في آداب النفس، له كتاب عدة المريد الصادق، له كتاب النصح الأنفع والجنة، له كتاب كفاية المريد، له كتاب الوظيفة. له شروح على حكم سيدي أحمد ابن عطاء الله السكندري. له كتاب الفتوحات الرحمانية في حل ألفاظ الحكم العطائية. له الفضائل والنعم في الكلام على ما يتعلق بالحكم. له تنبيه ذوي الهمم. له شرح الحزب الكبير لسيدي أبي الحسن الشاذلي. له شروح كثيرة، شرح الحقائق والرقائق لمحمد المقري، شرح القصيدة النونية لسيدي أبي الحسن الششتري، له شرح لقصيدة الدمياطية، له شرح على العقيدة القدسية للغزالي أبي حامد رحمه الله، له شرح للمباحث الأصلية في الطريقة الصوفية، إلى آخر هذه الكتب التي أيضا شرح فيها كتب الفقه المالكي، مثل شرح الرسالة كما قلت، شرح مختصر خليل، له شرح المقدمة القرطبية، له شرح اغتنام الفوائد في التنبيه على معاني قواعد العقائد، وهو كتاب للإمام الغزالي، وله تعليق على صحيحي البخاري ومسلم رحمهما الله ورحمه معهما
ورحم الله الفقير والسامعين والحاضرين بجاه سيد الأولين والآخرين. ونبدأ على بركة الله في شرح القاعدة الأولى من قواعد التصوف لسيدنا الشيخ زروق رحمه الله تعالى ورضي عنه. من خلال التقدمة لسيدنا الشيخ زروق نعلم أن سيدنا الشيخ زروق موغل في التصوف، يعني داخل بعقله وقلبه وروحه في التصوف. التصوف كان مالي، لا أقول عقل سيدنا الشيخ زروق فقط، وإنما كان مالي حياة وجنبات نفس سيدنا الشيخ زروق، عقله، روحه، قلبه، حياته. غالبا كده واحنا بنقول المصنفات بتاعته لقينا تقريبا لا يقل عن 80% من المؤلفات بتاعته حوالين التصوف. ومن هنا نبدأ. الشيخ زروق لما حب يكتب التصوف بشكل مختلف عن غير، لان في كتير جدا جدا بيكتبوا عن التصوف، والكتابة زي ما انتوا عارفين ان واحد بيألف مؤلف. ايه المؤلف؟ ايه المؤلف؟ انه يجيب اصل الموضوع وبعدين يقسمه الى مباحث وبعدين او فصول او أبواب أو مطالب أو كده. لا، سيدنا الشيخ زروق هنا تأثر بسيدنا الشيخ السكندري في الحكم. لا، سيدنا الشيخ سيدي أحمد بن عطاء الله السكندري ألف الحكم. تكاد تقول إن كل حكمة موضوع لوحدها، تكاد تقول كده. نعم، لكن قدر سيدنا الشيخ او العلماء اللي شرحوا الحكم ان هم يقولوا الحكمة دي مع الحكمة دي مع الحكمة دي يبقى عنوانهم كذا، وبعض الحكم التانية عنوانها كذا، وهكذا. هنا سيدنا الشيخ زروق كتب التصوف من خلال القواعد، حب يقعد قواعد للتصوف. كلمة قواعد للتصوف يعني معناها ايه؟ انه هيثبت بما لا يدع مجالا للشك ان التصوف علم وعمل. بس هيأكد على الكلمة الأولى أهم. هيأكد على الكلمة الأولى أول، هي الإيه؟ التصوف إيه؟ علم وعمل. فهو بقى داخل في كلمة الايه؟ العلم. اهو بقى علم. علم يبقى له قواعد، زي ما احنا عارفين كل علم له ايه؟ مبادئ. نسميها قواعد، نسميها مبادئ، نسميها اصول، كل ده. بس خلي بالك كمان وهو بيقول لك ان قواعد التصوف على وجه يجمع بين الشريعة والحقيقة. ما تنساش الجملة دي. يبقى هو عايز يعمل ربط بين الشريعة والحقيقة، لأن كل الناس منصرفة، حتى العلماء أغلبهم منصرفون إلى الإيه؟ إلى الشريعة. هو حب يقول لهم كلامكم كويس وجميل وكل حاجة، احنا كلنا مع الدين، كلنا مع العلم، كلنا مع الشريعة، بس لازم تخلي بالكم إن في حاجة اسمها الحقيقة. هو في حاجة اسمها الشريعة والحقيقة؟ أيوه. لما سيدنا النبي يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، ده شريعة ولا حقيقة؟ ده شريعة. صحيح كده. شريعة ولا حقيقة؟
طيب لما نيجي نقول بقى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتفتر قدماه، يا ترى دي شريعة ولا حقيقة؟ ده حقيقة ومعاها شريعة، شريعة وحقيقة. شريعة وإيه؟ شريعة يقوم الليل، أيوة ما هو قيام الليل شريعة، لكن حتى تتورم قدماه دي الحقيقة بقى. فيقوم مدخل الإيه الشريعة فين؟ في الحقيقة، ومدخل الحقيقة فين؟ في الشريعة. لأن لما تجيب لي واحد حتى تتورم قدماه يعني إيه؟ يعني إنسان ما صلاش ركعتين، لا ولا 10 ولا 20 ولا 50 ولا 100. طيب بلاش العدد، هنقول إن هو صلى ركعتين اتنين بس، بلاش نقول 10 ولا 20 ولا 50 ولا 100، بس الركعتين وقفهم على قدميه، قرأ فيهما نصف ربع القرآن أو عشر القرآن أو كده يعني، قرأ في الركعتين مثلا بسورتي البقرة وآل عمران لحد ما رجليه إيه ورمت، حتى تورمت قدماه. قيسوا بقى، أنا مش حابب بس يعني أطول أكتر من اللازم، لكن لما واحد بقوة سيدنا النبي، بقوة سيدنا النبي وتتورم قدماه، يبقى معناه طول القيام وصل لكام ساعة؟ لإيه؟ لكام ساعة؟ أنتوا بتلاحظوا الكلام ده لما تروحوا تركبوا مواصلات والمواصلات دي تاخد منك 5 6 ساعات، وانت راكب على الكرسي بتلاحظ بعد 5 6 ساعات او 7 8 ساعات ان رجلك بدأت ايه تورم. تورم يعني تورم يعني ايه؟ لانها اخذت حالة واحدة ما بتتحركش. يبقى معنى ان سيدنا النبي تتورم قدماه يعني ايه؟ ان وقف على حالة واحدة او رجليه ثبتت على حالة واحدة لعدة ساعات قد تصل إلى 10 ساعات. أظن ده حال النبي، مش حال كل الأمة، مش حال كل العلماء، مش حال كل الأولياء. هو ده يبقى على وجه إيه يجمع بين الإيه الشريعة والحقيقة. وبعدين ويصل الفقه والأصول بالطريقة، يعني مش بعيد عن العلم، لا ده هو في قلب الشريعة بالفقه بس بالأصول بالطريقة، ويجعل من العالم متصوف أو يجعل من العالم متصوفا اللي احنا بنسميه الفقير. أول قاعدة بقى قالها إيه؟ يبقى شوف دخل على التصوف بشكل مختلف. أول قاعدة إيه؟ الكلام في الشيء فرع تصور ماهيته وفائدته ومادته بشعور ذهني مكتسب أو بديهي ليرجع إليه في أفراد ما وقع عليه ردا وقبولا وتأصيلا وتفصيلا، فلزم تقديم ذلك على الخوض فيه إعلاما به وتحضيضا عليه وإيماء لمعادنه فافهم. طبعا انت لو سألت سيدنا الشيخ زروق انت كتبت الكلام ده بعد قد ايه من تصوفك، من دخولك هذا البحر الخضم، اعتقد ان سيدنا الشيخ زروق ما قالش الكلام ده الا بعد تجربة طويلة، تجربة طويلة في هذا المجال انه يخرج لنا بهذا الكلام. الكلام في الشيء فرع تصور ماهيته، يعني عايز يقول لك الناس اللي ما عندهاش علم اول ما بيسمعوا بكلمة الحقيقة جنب الشريعة تلاقيهم يتخضوا كده، يتاخدوا زي ما احنا بنقول. ليه؟ لأن الإنسان عدو ما يجهل،
الإنسان عدو إيه؟ ما يجهل. واللي ما سمعش عن الحقيقة أول ما ما يعرفش يعني إيه حقيقة، أول ما يسمع عن كلمة الحقيقة يقوم يتاخد كده. طيب لو واحد متسلف له في طريق السلفي، أول ما يسمع عن كلمة التصوف تلاقي إيه؟ تقريبا زي النهاردة. زي النهاردة كنت رايح، دخلت مكتبة كشيدة عشان أجيب كتاب، فالمهم لقيت واحد بيقول لي مولانا. نعم، شوف السؤال، هو التصوف تشيع؟ كده شوف السؤال، هل التصوف تشيع؟ طبعا هو من العامة وليس من العلماء. طب السؤال ده ناتج عن ايه؟ ها، عن ان في ناس في مجالس معينة بتدور بينهم افكار معينة ان التصوف يساوي ايه؟ التشيع. ده علم ولا جهل؟ ده قمة الجهل. ليه؟ لانه لا عرف يعني ايه تصوف ولا ايه التشيع، فراح يعمل بينهم علاقة ظهر في السؤال. فأنا طبعا كنت مستعجل وحبيت أخرج بسرعة، فقلت له الأستاذ كريم هيجاوبك، مش أنت صاحبه؟ هيجاوبك. قال لي بس أنا عايز إجابة. قلت له لا علاقة بين التصوف والتشيع، بس طبعا عشان ده عشان يفهم الكلمتين دولت محتاجين ارجع له تاني وتالت وواحد يكلمه تاني وتالت ورابع. بس انا حابب اقول لكم ما يدور في بعض المجالس بين الناس. اول ما حد يسمع عن سيدنا الحسين، الله، هو انت شيعي؟ او يسمع عن مصطلح اهل البيت يقول لك هو انت شيعي؟ انت بتقول اهل البيت، هو انت شيعي؟ كده وكأن الجهل هو اللي مسيطر، الجهل. عشان كده أحيي سيدنا الشيخ زروق إنه في أول قاعدة من القواعد قال لك اعرف أنت هتتكلم عن إيه، اعرف الموضوع اللي أنت هتتكلم فيه، افهمه إيه هو. الكلام في الشيء فرع تصوره، فرع تصور ماهيته. دي طبعا قاعدة فقهية مشهورة جدا. ها، قال ايه؟ الحكم على الشيء فرع عن تصوره. احذر كل الحذر انك تحكم على شيء قبل ما تتعرف عليه، قبل ما تتصوره هو ايه ده. وكان بالاولى، كان الأولى بهذا السائل إنه يسألني مثلا مولانا هو إيه التشيع؟ سؤال مقبول. إيه التصوف؟ سؤال مقبول. لكن يقول لي لا، ده مش مقبول، لأن الأولاني عن جهل يريد أن يتعلم، سؤال وارد عن جهل بس صاحبه عايز إيه؟ يتعلم. لكن التاني ده ما اعتقدش، لا ده سؤال مغرض، سؤال واحد وهدف مش كويس. فالقاعدة كلها بقى بتدور حوالين الجملة دي بقى، مهم قوي. بس هو طبعا سيدنا الشيخ زروق حب يفرد لنا الكلام، قال ايه؟ الكلام في الشيء فرع تصور ماهيته. كلمة ماهيته يعني ايه؟ ما هو؟ يبقى التعريف ما هو، وفائدته اللي هي الثمرة بتاعته، ومادته اللي هو الموضوع بتاعه. يبقى تصور ايه؟ تعريف الشيء، فائدة الشيء،
القضايا اللي بتدور أو تنبثق أو تتفرع عن هذا الشيء بشعور ذهني مكتسب أو بديهي، مكتسب هتعلمه من غيري، أروح أسأل يا جماعة هو إيه؟ إيه التصوف؟ إيه فائدة التصوف؟ زي ابني كان قاعد معايا قبل العصر كده بيسألني، بيقول لي وأنا طالب في الثانوية كنا بنسمع عن الجبر، الرياضة والجبر والهندسة، فسألت أستاذ هو احنا بنستفيد ايه من الجبر والهندسة والرياضة؟ سؤال. قال لما رحنا نتعلم في الفيزياء فلقينا في علاقة بين الرياضة وبين الفيزياء. بيقول لي الكلام ده وهو واحنا بنتكلم عن تحطيم خط بارليف في سنة 73 في معركة العبور. ايه العلاقة بين دي ودي ودي؟ ها، عايز يفهم ايه فائدة العلم ده؟ العلم ده يوديني فين؟ انا لو اتعلمت علم الفقه يوصلني فين؟ لو اتعلمت علم التفسير يوصلني فين؟ لو اتعلمت علم التصوف يوديني فين؟ كده بشعور ذهني مكتسب هتعلمه عن غيري يفيدني ويقول لي اه ده هيوصلك لكذا، هيخليك عالم في كذا، او بدهي ليرجع اليه في افراد ما وقع عليه ردا وقبول. الناس اللي تصوفت وصاروا من الصوفية هل كلهم مقبولين؟ هل كل تصوف مقبول؟ اكيد لا، مش كل تصوف مقبول. طبعا في تصوف فيما قبل الإسلام كمان، في تصوف وفي تصوف في أديان غير في أديان غير إلهية، يعني أديان وضعية حتى يومنا هذا، يعني أديان الهند فيها تصوف، بس طبعا ده تصوف غير مقبول. عشان كده لما قال لك ردا وإيه وقبولا، في تصوف يقبل اللي مع الشرع، وفي تصوف لا يقبل اللي يخالف الشرع. يبقى الحقيقة لو وافقت الشريعة مرحبا بها، طب حقيقة خالفت الشريعة؟ لا. عشان كده حد جه يسألني عن مسألة الجذب والكشف، فقال لي اداني مرة كده أعزكم الله زلطة، وقال لي اقرأ كده موجود فيها ايه؟ فقلت له فيها ايه؟ قال لي فيها كذا كذا كذا. قلت له بعينك انت ولا بعيني اني؟ خلي بالكم، قلت له ايه؟ بعينك انت ولا بعيني اني؟ بعينك انت اقرأ اللي انت عايز تقراه، لكن بعيني اني انا مش شايف حاجة. فهو حب النصيحة مني، قلت له يا فلان إن لم يكن الأمر واضحا فلا تتكلف. إن لم يكن الأمر إيه؟ واضحا فلا إيه؟ فلا تتكلف. أنا عايز أقول له هنا لازم تكون الحقيقة دالة على كشف صريح، لكن ما يبقاش اسمه كشف لو إنه لسه إيه؟ مغلوش، مشوش، ما يبقاش اسمه كشف. لا، عايزين كشف، يبقى كشف ايه؟ كشف واضح صريح. استدلت له بحديث ربما في البخاري وغيره عن ابن صائد او ابن صياد، وده اسم لمين؟ للدجال. وهل كان الدجال ده موجود ايام النبي ولا لسه في خلاف؟ ده مسألة طبعا طويلة. المهم ان ابن صائد او ابن صياد خبأ له رسول الله صلى الله عليه وسلم دخانا ثم سأله كما جاء في الحديث ما خبأت لك؟ فقال دخ. ثم تناقلت
الصحابة هذه الكلمة، كلمة إيه؟ دخ. فبعضهم قال دخ وبعضهم قال زخ. فقال النبي: اختلفتم وأنا بين أظهركم، فأنتم والله بعدي لأشد اختلافا. إيه اللي أنا عايز أقوله بقى من الشاهد؟ يعني في شواهد كثيرة من الحديث، لكن خدوا منها الشاهد إيه؟ ابن صائد الدخ ما قالش دخان. يبقى هنا لو كان على حق كان يقول ايه؟ دخان. لكن قال نصف الكلمة، يبقى ده نصف الكشف، يبقى لا غير معمول بيه، ما ينفعش، لأنه احتمال انه كان ممكن يكمل الكلمة بكلام تاني بحروف تانية فتدي معنى ايه؟ ده معنى مختلف. دخول، ها مش دخ، الدخ نكمل الكلمة بإيه؟ بواو ولام. غيرت المعنى ولا ما غيرتش؟ راحت في مكان مختلف، فما ينفعش. إن كان الكشف صريح فبه ونعمل، الكشف غير صريح يبقى لا. الله. وتأصيلا وتفصيلا، وتأصيلا وتفصيلا، أنا عندي التصوف مبني على أصول ولا ملوش أصول؟ لا له أصول، ده القاعدة دي بس لها إيه؟ لها أصول، القاعدة دي بس، ده فضلا عن العلم بقى. ومن أدلة هذه القاعدة قوله تعالى على لسان سيدنا الخضر لسيدنا موسى: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة. انت بتقول هصبر، تصبر على ايه؟ هو انت عرفت هتصبر على ايه عشان تقول هصبر؟ خدت بالكم من الكلام؟ قال له: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه إيه؟ ذكر. فلما طلب يصبر قال له: هصبر، ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمر. قال قبلها قال له: وكيف تصبر على ما لم تحط به إيه؟ أنت بتقول هصبر، هو أنت شفت، أنت عرفت أنت هتصبر على إيه؟ إيه الشيء اللي أنت هتصبر عليه عشان تقول أصبر أو ما أصبرش؟ يبقى إيه؟ الشيء او الحكم على الشيء اللي احنا اللي هي القاعده بتقول ايه؟ فرع عن ايه؟ عن تصور. فكان ولا بد ان يعرف الشيء وبعدين يتصوره وبعدين يقول اصبر او ما اصبرش. ولا تقف ما ليس لك به علم، اللي مالكش فيه ما تتدخلش فيه. الكلام في الشيء فرع التصور اهو. في السنة النبوية سيدنا النبي قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. تعالوا نطبق الكلام ده على التصوف. اللي فاهم في التصوف يتكلم عن التصوف، اللي مش فاهم تصوف ها يمسك. صح ولا مش صح؟ يمسك خلاص. كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أنا لو واحد سأل واحد عن الأصول وهو لا يدري الأصول، هيغلط ولا مش هيغلط؟ طب يغلط ليه؟ ما يتكلمش أحسن. عشان كده قالوا الإنسان المفتي بالذات اللي هيفتي الناس، لأنه هيحكم بينهم، لأنه هيحكم على تصرفاتهم، لازم يسمع المستفتي تماما، بل ويدور بينه وبين المستفتي عدة أسئلة: انت قلت ايه؟ طب انت عملت ايه؟ طب انت نيتك ايه؟ طب انت ظروفك ايه؟ طب انت قلت الكلام ده امتى؟ طيب، لحد ما خلاص استوفى الموضوع يقول له: الموضوع كذا. لكن واحد يجي يسأل واحد الموضوع كذا 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 يبقى الحكم كذا، لا،
انا ما خدتش يعني. يسألني سائل اليوم ايضا، مولانا ايه الحكم في كذا كذا كذا، بنت خطيبها تركها بعد 4 اشهر، وكان هو سبب. قلت له انت بتحكي من طرف، قال لي نعم. قلت له لو انا سمعت الطرف الثاني هنلاقي الكلام متغير. لو انا قلت لك حكم على كلامك وهو قال لي كلام تاني وقلت له حكم على كلامه، ممكن يبقى الحكمين متضاربين. قال لي صح. قلت له عشان كده لازم بقى انتوا الاتنين تبقوا مع بعض وتقولوا كلام، يبقى لكم حكم ايه؟ حكم واحد. اذا لازم المستفتي المفتي يفهم من المستفتي، يفضل يقول له بقى زي ما قلت لكم كده. فلزم تقديم ذلك على الخوض فيه. اعرف قبل ما تخوض في التصوف وتخش في التصوف وتقر او تنكر او تقبل او ترفض، لا افهم الاول اعلاما به، يبقى عندك علم به، تحضيضا عليه تحس عليه، ايماء لمعادنه، يعني إشارة للأصول بتاعته والأدلة عليه وكده، قبل ما قبل ما ترفضه أو قبل ما إيه ما تقبله. إذن الكلام في الشيء فرع إيه؟ تصور ماهيته وفائدته ومادته. خدوا يعني خط تحت الكلام ده، عشان الكلام ده مهم جدا. ماهيته، ما هو يعني تعريفه، يعني حده او حد وتعريفه، وبعدين فائدته اللي هي ثمرته، وبعدين مادته اللي هو الموضوعات للرد او للقبول. طيب بعد القبول الرد خلاص، انت رفضت الشيء، تصورت الشيء لقيته حرام خلاص تركته. طب تصورت الشيء لقيته حلال قبلته، فتأصل له بقى تأصيلا وتفصيلا، اللي هي الايه الاصول بتاعته والفروع بتاعته. بعد كده هتخوض فيه بقى، تدخله الخوض يعني الدخول فيه اعلاما به، يبقى عندك علم به، وبعدين تحض عليه يعني تحث على الخوض فيه، وإيه وإيماء لمعادن. ده تقريبا المبادئ الثلاثة التي كانت في هذه القاعدة من قواعد أو مبادئ علم التصوف. إيه؟ ها؟ الماهية والفائدة والإيه؟ والمادة لي الموضوع. القاعدة الثانية، احنا مش هنطول النهاردة يعني، بس هنطوف تطوافة كده حوالين القاعدة الثانية. ماهية الشيء اللي هو أول إيه؟ اللي هو احنا قلنا القاعدة الأولى اتكلمت عن الماهية والإيه والفائدة والإيه والمد. في القاعدة الثانية بدأ بالماهية. الماهية الشيء حقيقته، وحقيقته ما دلت عليه جملته. كلمة جملته يعني إيه؟ يعني أجزاؤه. ما دلت عليه إيه؟ جملته. يبقى ماهية الشيء حقيقة الشيء، وحقيقة الشيء ما دل عليه أو دلت عليه جملته، يعني أجزاؤه. أنا لما رحت أبحث عن التصوف لقيت أجزاء التصوف إيه؟ كلام التصوف ده بيتكلم عن إيه؟ حقيقته إيه؟
فضله ايه، بقية المبادئ بتاعته ايه، هل له أدلة من القرآن، له أدلة من السنة، هل حاجات كده كتيرة. طيب، لأنه بيتكلم عن التعريف، قال وتعريف ذلك بحد وهو أجمع، أو رسم وهو أوضح، أو تفسير وهو أتم لبيانه وسرعة فهمه. وقد حد التصوف ورسم وفسر بوجوه تبلغ نحو 2000. احنا قلنا سيدنا الشيخ زروق ده من أبناء القرن الكام؟ التاسع. خلي بالكوا بيتكلم على التصوف من 800 سنة وأكتر، من 800 سنة وأكتر بالشكل ده. بيقول إن ورد في حد ورسم وتفسير التصوف 2000 تعريف. الله أكبر الله أكبر، ننتظر حتى يؤذن لصلاة المغرب. إذن بعد أن بينت القاعدة الأولى ثلاثة مبادئ
من مبادئ التصوف، ودارت حول الماهية والفائدة والمادة. جاءت القاعدة الثانية فبينت الماهية، الماهية التي تتعلق بالحد أو التعريف. فقال ماهية الشيء حقيقته، وحقيقته ما دلت عليه إيه؟ جملته، يعني إيه؟ يعني أجزاء. وتعريف ذلك بحد وهو أجمع، أو رسم وهو أوضح، أو تفسير وهو أتم لبيانه. وسرعة فهم. يعني احنا عندنا 3 كلمات، كلمة حد وكلمة رسم وكلمة ايه؟ وكلمة تفسير. طبعا احنا عندنا الحد عند المناطق تام وناقص، وعندنا الرسم كذلك تام وناقص. وفي الحقيقة يعني مش عايزين نتوسع أكتر من اللازم، لكن يهمنا إن احنا نقف على حقيقة التصوف، بمعنى حقيقة التصوف. وفي ذلك نستطيع أن نقول ما قاله مولانا رضي الله عنه وأرضاه: حد ورسم وتفسير. قالوا برضو يعني اختصارا كده وبكلام موجز: الحد ما يجمع ذاتيات الماهية. يعني بتكلم في ايه؟ لما تيجي تتكلم في كلمة تجيب اصلها، اصل الكلمة. واخدين بالكو؟ زي لما نقول مثلا واحنا بنشرح الآية القرآنية: الرحمن على العرش ايه؟ استوى. فتقوم كلمة استوى، بعض العلماء وقفوا عند الاستواء بالمعنى اللغوي، لأن الآية فيها 3 كلمات: الرحمن على العرش إيه استوى. ففيه اللي جاب العلاقة بين اللي جاب العلاقة منفصلة، أو قصدي الكلمة منفصلة عن أي علاقة، فاتكلم عن الاستواء فقط. وفيه اللي جاب علاقة الاستواء بالعرش، وفيه اللي جاب علاقة الاستواء بالعرش بالرحمن. احنا لما نيجي نتكلم عن الرحمن على العرش استوى، لازم نتكلم عن الايه؟ عن الـ3، صح ولا مش صح؟ لو اتكلمت عن الاستواء فقط هغلط. طب اتكلمت عن الاستواء والعرش فقط هغلط. لكن لازم اتكلم عن، لان الايه كلمتني عن 3 كلمات، لازم ادخل الـ3 كلمات في الايه؟ في البيان والتفسير والتحليل والتوضيح والشرح إلى آخره. لو أنا خدت كلمة أو حتى كلمتين من الآية مش هتوصلني للنتيجة الصحيحة. فيقول لك بقى: حد التصوف ما يجمع إيه؟ ذاتيات الماهية. والرسم ما يتضمن لوازم لوازمها المساوية التي لا تثبت بدونها. والتفسير وفسر بألفاظ شاعت في الاستعمالات واشتهرت في الأعراب. نيجي عند رقم 3 هيجيب لنا الحد، يعني التفسير هيجيب لنا الرسم، هيجيب لنا الحد والإيه؟ والرسم. قال: وقد تعدد كل من الأقسام الـ3، وإن كان الحد التام لا يتعدد لصحة التعدد في ناقصه ومطلقه. وإلى هذا التعدد أشار بقوله: بوجوه تبلغ إيه؟ نحو الـ2000. هو يبقى الكلام كله عن ماهية التصوف، عن حقيقة التصوف. إيه الحقيقة دي؟ تظهر في التعريف. إيه التعريف؟ إحنا بنقول إيه في التعريف؟ الجامع المانع، صح كده؟ جامع لإيه؟ جامع لكل أصوله وكل فروعه وكل حقائقه وكل لوازمه وكل قضاياه وكل جامع. طب ومانع؟
من الاعتراض عليه. يبقى احنا عندنا تعاريف كثيرة. مرة كنت بقول في محاضرة التعريف بالتصوف، فقلت: وقد قال بعض العلماء إن للتصوف 1000 تعريف. فقلت: أكيد أكيد أكيد، بلاش القريبين، أكيد البعاد. هيقول لك إيه؟ 1000 تعريف؟ 1000 تعريف؟ فقلت: لا، مش بعيدة ولا حاجة. إحنا بيننا وبين سيدنا النبي كام سنة؟ ده افتراضا يعني، ده افتراضا. 1450 مثلا، خلاص؟ لو إن كل سنة، بس كل سنة، العلماء في العالم خرجوا لنا بتعريف جديد للتصوف، وارد ولا مش وارد؟ ويبقى مقبول ولا غير مقبول؟ مقبول. طب لو قلنا كل سنة بس، ده احنا بنتكلم على العلماء كلهم في كل الأقطار، لو إنهم كل العلماء في كل الأقطار خرجوا لنا بتعريف واحد للتصوف كل سنة، يبقى احنا عندنا على الأقل كده 1000 ونص تقريبا يعني. إذا كلام سيدنا الشيخ زروق إن التصوف في تعريفه وحقيقته وماهيته وصل إلى نحو 2000، مش كلام مش بعيد. أنا النهاردة لو قلت بقى 3000، مش 2000، كلام مقبول ولا مش مقبول؟ مقبول. يعني أنا النهاردة مثلا لو جه واحد يقول لي إيه مثلا، إيه هو التصوف؟ جيت قلت له كده: ها، التصوف هو الصراط المستقيم. حد يقدر يقول لي: لا، أنت كده عرفت التصوف تعريف ناقص، لا أنت ده مش التعريف الصحيح للتصوف؟ ممكن يكون على بعض الاعتراضات من وجوه معينة، لكن في النهاية التصوف، هل التصوف يخرج عن الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين؟ مفيش حد يقدر ينكر. وربما لم يقل بهذا أحد من قبل مثلا بالشكل ده، بالشكل ده، مع إني ما جبتش جديد، أنا قلت بس، بصيت للتصوف كده وقلت إن هو الصراط المستقيم، وارد وكلام صحيح. أنا بقول الكلام ده لكم ليه؟ عشان ما يبقاش عندنا ثقافة الاعتراض، لا، لكن يبقى عندي ثقافة النقد، بس بدليل. مش احنا عندنا النقد بناء وايه؟ وهدام او غير بناء؟ احنا عايزين النقد يبقى بناء. ومعنى نقد بناء يعني ايه؟ يعني انا وانت نوصل، انا والمخالف يعني، او انت والاخر مثلا، نوصل لنتيجة، دي المهم. ما يبقاش قصدنا الافتراق، لا، ولا الاختلاف، لا، قصدنا الاتفاق عشان نوصل لنتيجة، ادي المعنى. فلما يجي سيدنا بقى، قلت لكم، يجي سيدنا الشيخ زروق ويقول بوجوه تبلغ نحو 2000، كلام مقبول، وقد يزيد لو قلنا بأكثر من ذلك. هنقول بس بنفس الافتراضية اللي أنا قلتها من شوية، أنا كنت بقول الافتراضية إن إحنا إيه، كل سنة واحد هيطلع، هيتفق علماء الإسلام على معنى جديد، لا، هيتفق على معنيين، على تعريفين. هنلاقي معانا إحنا مش قصدنا إن إحنا نعرف بالتعريف دي كلها، مش قصدنا طبعا كده، لكن قصدنا إنه كل ما يدخل تحت معنى مثلا الصراط المستقيم، الهداية، الصلاح، التقوى، فهو مقبول. وده مش عجيب ولا بعيد. عندنا آية في سورة الروم: فأقم وجهك للدين إيه؟ حنيفة. ها،
للدين ايه؟ فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين الايه؟ القيم. الله يفتح عليه. الدين الحنيف هو الدين القيم، والفطرة انعكاس لهذا الدين الحنيف القيم. إذن الدين، الفطرة السوية السليمة تساوي الدين الحنيف القيم بالآية. فين العلم من غير علم؟ علم موهوب كده للواحد كده ماشي على دين ربنا زي ما بدليل. ها ارجع تاني الحديث، ادي الآية والحديث، كل مولود يولد على الفطرة. يعني أنا يوم ما اتولدت على الفطرة، لو تركت بدون أن حد يغير اتجاهي هتلاقيني عابد لربنا على دين ربنا بدون تدخل أي حد، بدون تدخل أي حد. ولذلك النبي قال فأبواه يهودانه أو يمجسان أو ينصرانه أو يمجسان. وجملة التصوف كون العبد على حالة توافق رضا مولاه ومحبته له. أنا أكون على حالة الله راضي عني وبيحبني، أدي التصوف مثلا يعني، بعلم وعمل. فالعلم يستفاد به تصحيح عقائد أهل الدين ومقاصد المكلفين، والعمل يستفاد به قيام العبد بحسن الأدب بين يدي رب العالمين، ومعنى الخضوع والاستسلام لنوازل الأحكام والانقياد والإذعان لمقتضيات أوامر الإيمان ظاهرا وباطنا وسرا وعلانية من غير حرج في الصدر ولا ضيق في القلب. وننتهي إلى أن حقيقة التصوف في تعاريف علماء التصوف، في حقيقة التصوف في كل تعريف، طالما التعريف ايه؟ ها؟ جامع ومانع. إذا كان التعريف جامعا مانعا فهو يمثل حقيقة التصوف. هذا والله تعالى أعلى وأعلم وأعز وأكرم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المبارك والآل والصحبة وكل سالك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.